اهلا بيكم في فيديو جديد معاكم مارو. احنا النهارده هنعمل فيديو غريب شويه عجيب. اللي هو ايه؟ هقول لك هو ايه. انا دلوقتي والدي بقاله شهر في مصر، فانا قلت ايه، استغل هذه الفرصه وهذه الموقف اللي احنا فيه ونساله شويه عن مصر. هو بقاله شهر هناك، فقلت تعالى نروح نعمل فيديو معاه، نجيبه من المطار ونساله كمان اسئله عن التجربه في مصر. هسألك وانت تجاوب. اوكي، سو بما ان بابا لسه جاي من مصر واحنا لسه جايين من المطار، تمام؟ بس قول بصراحه، هتقول كل حاجه عن مصر حلوه ولا وحشه؟ والله احنا متراقبين، خد بالك. تمام، قول اول حاجه مثلا نتكلم على ايه، الاكل. هل انت شايف اسعار الاكل والشرب حلوه في مصر ولا وحشه؟ بعد كده قارن بامريكا. اتفضل. لا طبعا اسعار الاكل غاليه، بس ما فيش مقارنه. ليه؟ على نقول ايه، سعر الدولار ومش سعر الدولار. لا، الاكل طبعا غالي في امريكا، بس قصدي في مصر. تمام، غالي طبعا. يعني انا اخر يوم الصبح تمام نزلت اجيب فطار. حلو. انا وانا بقول الرقم يعني جديد على ودني، وانا اما اقول ب 25 جنيه طعميه، دي حاجه رقم يعني عمري ما قلته قبل كده. تمام، ب 25 جنيه طعميه و15 فول و10 بتنجان، وبعدين رحت للفرن جبت ب 20 جنيه عيش، فانا راجع ب 70 جنيه بس. ايه فطار اللي هو كنت ممكن اجيبه في الايام ب 5 جنيه ب 10 جنيه. معلومه بس، بابا بقى له حوالي سنتين ولا حاجه، صح؟ ما نزلتش، صح؟ صح. سنتين. تمام، سنتين. فيا جماعه الاسعار ده بالنسبه للاكل كاسعار، يعني كاسعار. اوكي، بس اقسم بالله انا ما اكلت قرص الطعميه. الراجل اللي واقف مولع سجاره، واخد بالك، وبيقلي، وعارف، مش عايز اقول لك ما استعماش بقى له سنه، بس اطعم سندوتش طعميه اكلته في حياتي. ولا يا سلام. ولا تقول لي اسمه اللي هنا ده؟ عند انهي واحد؟ اللي هنا في اورنج كاونتي. فهمت، بتتكلم عليه، مش فاكر اسمه بس. تمام، صبابة ما اعرفش ايه. ايوه، صبابة من حياتي. اقسم بالله الاكل المصري يا جماعه ما في زيه. رحنا مكان اسمه عنتر حضرموت، تمام. صينيه رز. حضرموت. تمام. اوكي. صينيه رز عليها ربع اللي هو الجدي دوت. تمام. وخمس حمامات. تمام. وكيلو كفته وسلطات وثلاث طواجن، واحد ملوخيه، واحد باميه، وواحد ورق عنب بالكوارع. هو بيحب الاكل. اقسم بالله طاجن ورق عنب بالكوارع ده انا ما اكلت في حياتي زيه. طب ماشي. سعره كام؟ لسه اقول لك. اقل من ما اكلنا مره هنا عند السلطان كخمس افراد. فاهمين. احنا اكلنا ست افراد. تمام. عشان ابقى صريح، بس هو غالي بالنسبه لو انا راجل موظف مصري. لا انا برجع عليه. هل لو انت عايش في مصر بمرتب مصري هيبقى حلو ولا غالي؟ مش هكدب على الله، غالي يعني. تمام، بس لو انت نازل من بلد ثانيه بالدولار هتحول، هيبقى على اساس انا اكلت هناك كان ب 108 دولار. ماشي، تخش مين اللي جاي ده؟ هتلحق؟ اكيد. ماشي كنا هنعمل حادثه دلوقتي. تمام، ب 108 دولار. تمام، يعني انا كنا بندفع اخر مره دفعت 170 دولار في. طيب، هو احنا دفع معنى كلامه انه دفع هنا في امريكا نفس الاكل ب 170 دولار، بس دفعته في مصر كام؟ 108 ده ولا يمين ولا شمال؟ 108 يمين. عايز ابص على الجي بي اس بتاع الفيديو ده. المهم يعني مع فرق طعم الاكل، اقسم بالله طعم الاكل المصري، اقسم بالله الكفته المصريه، الحمام، المحشي. لا لا لا، اللحمه بتدوب دوب كده يا عم. بيضحكوا علينا هنا في كاليفورنيا. تمام، حلو. والله بيضحكوا علينا. العربيات، السواقه. جيت بقى، استنى عشان في شرطه. عادي، بلاش. عادي شويه. شكله كان بيدي حد تيكت. بيدي حد تيكت. بص، بيدي حد تيكت. اوكي. العربيات بقى، مشاكل كسواقين توكوسا بقى. بس انا مسكت الموبايل. حلو، اتفضل. سواقين التوكوسا، وانا طبعا يعني عارف يعني ايه سواقين التوكوسا كويس قوي. بالظبط. اتطوروا للاسوء. تمام. يعني المشوار كبيره 30 مثلا. تمام. يروح عليك 50. تمام. طب ما انت يعني فاقوله ايه 30 وشيل المشاركه. بعدها مش يروح دهلي. اوكي، تمام. ماشي. يجي بقى بعد ما تركب امه دخلت عملت عمليه. يعني دي حيره كبيره حياته كلها. ايوه. اتطلقت ومش عارف مين اللي اتجوز على امه وما كده. وانا في دماغي والله لو بتنطط ما هديكش. ايوه صح، حقك تاخده، غير كده مش هديك. غير بقى يقول لك واحد منهم قال لي ايه؟ علينا وعليك يا بيه. انا بنزين غير علينا وعليك. تمام. انا مالي اعمل بنزين غير علينا وعليك، دي مش بتاعتي. هو غلى عليك البنزين وعلى عليك ورفع البونديره. طب هتشغل على الدير. واحد بس جبته من وسط البلد قال لي هشغل. هو اللي بقول له كام؟ قال لي العداد. انا ممكن عارف ان العداد ملعوب فيه، بس على الاقل عمل يعني بونديرا من
من ميدان التحرير لشارع 9 في المعادي ب 60 جنيه. تمام. اساسا لو نزلت من بيتشو للمعادي هتدفعهم. للمطبعه بدفعهم والله عندي ناس معايا. طب احنا هنشيل ده حرتين. ده بالنسبه لايه؟ للمواصلات. اما بقى المواصلات الحكوميه من بيتشو لاي حته لا جميل، انا شايفها جميله. المواصلات جميله. لا المواصلات يعني الميني باص ب 6 جنيه دي في اي حته. الفرد طبعا مع لو انت مثلا راكب اسره هتبقى مبلغ. بس على اساس ان هو يعني ب 6 جنيه موحد واخد بالك، وكتير بقى العدد كبير كتير بالذات قوي بتقعد منتظر اتوبيس بالساعتين ثلاثة. لا يعني سايبين الحاره دي فاضيه ليه؟ عشان حد يخش اكزت. انت لما تخش حد يحرك. معلش انا استغلها لغايه الاخر. انا بعمل كده. تمام. فلا هي المواصلات هناك في مصر العاديه بتاع الحكومه مش وحشه. ممكن تبقى غاليه على حد موظف غلبان لو ماشي باسر خمس ست افراد هيدفع كتير. أوكي. بس لما تقارنها بقى بالتوكوزا ما هو برضه ساعتها انا كنت اقول ايه، طب انا بوصل المشوار ده ب 40، طب ما انا احط 5 و10 تاني واركب تاكسي. واخد بالك؟ فلقيتها لا ما هو التاكسي عايز اضعاف. ايوه واخد بالك؟ الفرق بين العربيتين. تمام. يعني اللي بنركبهم في الميني باص كاسره 40 مثلا، لما نيجي نركب عربيه هيقول لك لا قسم على عربيتين لان العدد كبير. فهتدفع لك برضه ايه؟ حوالي 100 يعني. مبلغ. ففي فرق برضه فعلا في السعر يعني. اما بس طبعا جو مصر يا جماعه ما بيتعوضش يعني. بص هنا نظافه والشارع ما اعرفش عامل ازاي، بس ما فيش طعم زي بلدنا بصراحه يعني. مش هنكدب على الله، واحد مثلا يعني فيها فعلا زي ما بيقولوا فيها حاجه انت لذينا مصر. والله بس صح عايزه فلوس يعني، عايزه اللي معاه فلوس يعني. هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان هي عايزه فلوس. بس هي كويسه، احنا ما حدش فينا قال ان هي وحشه طبعا يعني. هي في الاول احنا بلدنا لا تقارن طبعا. والله لا تقارن اكيد. وجهه نظري يعني. تمام. انا عايز حد يبقى شغال كويس ومعاه فلوس كويس وعنده بيزنس وكده، وربنا يعين بقى الباقي يعني. ما هو الباقي بصراحه الله يكون في عونه، المفروض فعلا يبص لهم. لكن الاسعار بقى يعني يعني مثلا نزلت اجيب طماطم وكيس بقسماط ناعم دفعت 65 جنيه. ليه يا جماعه؟ ليه كيسين بقسماط، كيسين اربع عشان مش كداب، وشويه طماطم ب 65 جنيه ليه؟ حرام ده. بقى انا هقول لك على حاجه دي اعتبرها نقطه. تمام. ونقطه الموسم. تمام. اول ما وصلت رحت كشفت نظر وايه عايز اطرى وكلام من ده، فانا قاعد في الشقه بقى احمد طلب دليفري من الصيدليه، فقلت له اطلب لي الحاجات دي معاك نوعين قطر. تمام. ماشي. فالجرس رن وجريت انا على الباب عشان افتح عشان ادفع، واحمد اخوك ايه شد فيا يقول لي لا انا اللي ادفع. تمام. فانا سبقت الاول فتحت وبطلع 200 جنيه للولد واديله 200. خد يا ابني، خد يا ابني، عيب ما انت خد امسك مني الفلوس. ايه معاكش فكه ولا ايه؟ ماشي. معاكش فكه ولا ايه؟ والبادي يبص لي قوي استغراب كده. تمام. واحمد بيضحك من ورايا ضحك هيستيري. اوكي. والله باصص لي وانا مش فاهم في ايه. اتاري الحساب عندي ال 500 وحاجه. وانا متوقع ان ال 200 جنيه هيديني باقي وهديك تبس. بقول له والله هديك تبس بس فكني فك بس ال 200. الواد يبص لي باستغراب. احمد قال لي يا ماما الحساب 585 حاجه. يلا. فانا صعقت ليه بقى؟ نوعين قطره. اركنهم على جنب الله اعلم بسعرهم، بس هم نوعين قطره. المضحك في الموضوع جايبين يزن ابنه معلقه بلاستيك عشان ياكل بيها. تمام. والعطاله اللي هو بيعضها ديت الطفل. أوكي. عشان سنانه. مع القطرتين حتى لو القطرتين غاليين يعني ازاي الاجمالي يبقى 585؟ يعني انا المعلقه والعضله دي لو شفتهم في الشارع مش هقعد اجيبهم. ايوه يعني. فاتريهم ليه؟ ما انا ما اعرفش. الناخد بقى كان بقى ضحك هيستيري بسبب ان انا ايه بس شاب قوي بقى. ايوه بقى تيجي اقول له يا ابني امسك يا ابني خد انت معاكش فك ولا ايه؟ الواد يبص الواد يبص لي اكيد مثلا ايه جاي من كوكب اخر. فدي كانت من النوادر بصراحه يعني. العيشه في مصر حلوه. لو معاك فلوس هتتفسح وتخش احسن مطاعم. تمام. بس العيشه على الناس اللي عايشه. وعلى فكره بقالي دي ربع سنه في امريكا. تمام. ما في مطعم دخلت فيه وخرجت اللي بعد يومين ثلاثه باخد علاج لمعدتي. دي حقيقة. انا معاك في دي. ماشي. صح. اقسم بالله انا خرجت من عند حضرموت ده ما حصلليش حاجه. اعفن مطاعم طعميه في مصر ما حصلليش حاجه.
انا عارف ان هي ديمو يعني في بعض الناس تعتبرها مبالغه، بس دي حقيقه. لا انا عارف، انا هنا انا هنا لما باكل في مطاعم بره بحس ان في حاجه غلط. صح انا معاك في البوينت دي صراحه. هل الناس اللي عايشه في مصر ومرتبات مصر تعيش في مصر كويس، ولا تبقى الحياه صعبه، ولا متوسطه؟ يعني لازم يبقى دخل... انت شايف مثلا دخل الشاب يبقى المفروض يبقى كام عشان يغطي الحاجه دي؟ 15000 في الشهر. بس خلي بالك برضه 15 دي بقت متاحه. يعني بقت متاحه في بعض الشركات، مش صعبه قصدي، مش صعبه يعني. فانت عشان تاكل وتشرب ومثلا وتجيب علاجك والكلام ده عايز 15000. لا عشان بس تعيش كويس، تعيش مستور يعني. لان انا اعرف ناس معديه اكتر من كده وعايش كويس كده، لكن الاقل من كده اللي بياخد 6 7 دوت الله يكون في عونه يعني. فاللي بياخد اللي بياخد 2000 3 ده ما يخرجش من بيته احسن بصراحه. حرام، هيخرج يعمل ايه؟ صح. اما مثلا انا اخر يوم رحت الصيدليه جبت شويه ادويه ومضادات حيويه عشان انت عارف الوضع هنا. دافع 1800 في كيس قد كده جواه كام علبه دواء. 1800 جنيه. كان من فتره دول مرتبات ناس بياخدوا بقى 30 يوم. فلا يعني حته الاسعار بصراحه. وبعدين ساعات تقول ايه؟ ايه ده بس دي مش مسؤوليه حكومه بس دي. واحد تاجر فاسد او تاجر بجشع مال الدولار مثلا ب ايه يا ربي؟ اجيب لك مثلا ملوش دعوه بالدولار خالص وتلاقي سعره ضعيف ثلاث اضعاف. طب ده مش بيجي من بره يا جماعه؟ يعني مزروع. يعني مثلا البيض، انا سامع ان البيض كرتونه البيض مش عارف ب 100 وكام ولا 200 حاجه زي كده. اقسم بالله العظيم كرتونه البيض اقل كرتونه جبتها ب 105 وبعديها ما شفتهاش تاني، كلهم ب 118 113. انا اخر حاجه في ايامي في مصر كانت ب 30 جنيه وكانت غاليه. يا عم قول وصلت 50 جنيه في وقت معين لما في الغلا، لكن ما توصلش 110 و115 و125 يعني حرام. يعني مثلا ايه تيجي تقول ايه؟ ده انا كشيف مثلا هعمل فيديو احط فيه كام بيضه. طب اللي هيطبق الكلام ده هيقول حرام. ايه حرام؟ اما اجيب البيضه ب 5 جنيه. لا تصوير المستندات. كنت بعمل بطاقه للمدام في السجل المدني فقالوا لي صور البطاقه. تمام. وفين وجنبيهم يعني ماشي، دخلت صوري البطاقه دي. فالصوره كانت للطلبه زمان بقروش. ودلوقتي كانت بجنيه ايام ما احنا. من 50 لجنيه. من 50 قرش لجنيه. ايوه. لقيتها بتقول لي 5 جنيه. وقطعت الورقه نصين كمان يعني شدتني ال ايوه بتاع كامل. 5 جنيه ليه تصويرات؟ المكنه ديت يعني جايه يعني شاريها دلوقتي بالدولار بتاع دلوقتي عشان تبقى غاليه كده؟ لا يعني افوره. فده دي الحكومه مالهاش دعوه بيها. دي واحده قاعده بتصور ورق. فلا صعب صعب يعني. الناس محتاجه زقه في المرتبات. انت شايف ان لو المرتبات عليت هتبقى الحياه عادي متكافئه زي هنا مثلا؟ يعني احنا مثلا هنا دايما بنقول ايه؟ المرتب متكافئ مع العيشه. يعني ايا كان المرتب بتاخده بقى مبتدي تخرج او تتفسح او لو عايز تجيب عربيه ايا كان مرتبك هيساعدك في ده. مش عالي قوي ولا قليل قوي. انا كنت بحكي لواحد في مصر قلت له انا نازل مصر مش بفلوسي، انا معيش فلوس كشخص. نزلت وتفسحت وشفت اسرتي ورجعت تاني وانا مش لا املك فلوس شايلها مسبقا. ايوه فاهم. لكن في ناس بقى هناك يعني طبعا ما يقدرش حتى يروح اسكندريه صيف يا عيني او كده بسبب ان برضه الدنيا غاليه، اسعار الفنادق واسعار الشقق هناك. بس لكن هنا الوضع السيستم بس هو اللي مريح الناس. السيستم اللي محطوط مريح الناس، ما بين بنوك بتيجي تدفع في كل حاجه سهله او بيدفع الحاجه اللي عليك وخلاص والدنيا ماشيه. لكن لو بصيت لها لا ما احنا الشعب الامريكي كله مديون للبنك سايد. لا دي حقيقه صح. يعني كله عليه افياز وعليه الكلام ده، بس عايشين ما حدش بيشتكي، ما حدش بيبقى متضايق. غير الوضع اللي هناك انت. انا شايف، انا اقول وجهه نظري في الموضوع بتاع الفيز ده والحاجات. انا شايف ان الشعب هنا الامريكي عليه اقساط او عليه فلوس او ديون البنوك او كده، بس هو جايب كل اللي نفسه فيه. طبعا. يعني انا يعني زي مثلا هو راكب عربيه مثلا سعرها الشيء الفلاني وبيدفع قسط حاجه ولا تذكر، جايب لبس بالقسط، ممكن يجيب ساعه بالقسط، ممكن يجيب موبايله بالقسط، ممكن يجيب كل حياته كلها بالقسط ويقسط، بس هو مش فارق معاه ليه، انا بقسط وعايش حياه كويسه. وبرضه حاجه في النقطه ديت الموبايلات يا عمر. الايفون 14 برو ماكس ما اعرفش يعني معدي ال 70000
تمام. واخد بالك؟ ليه يا جماعه ما عندي؟ طب بيعه بسعره، بيعه بسعره بتاع الشركه يعني. هو هنا ب 1000 دولار، بيعه ب 1000 دولار هناك 30000. صح. لكن ليه ابيعه ثلاث اضعاف؟ ايه الحكمه؟ مين سامح بكده؟ يعني برضه حاجه مبهمه يعني. شركه ابل صاحبه الموضوع بايعاه بكذا. بيعه في اي دوله؟ احنا عندنا مقر ابل اعتقد في مصر صح؟ اه طبعا. آه. صح تمام. لكن ليه ابيع، تليفون مستعمل ايفون ومش مش فاكر مش 11 حتى، لا ده قبل كده كمان، او هو حجمه صغير يعني 25.